السعودية تكشف عن مخطط للحوثي في الحديدة، وإلى التفاصيل. أبدت السعودية اليوم الاثنين قلقا من خطط الحوثي في مدينة الحديدة، وكشف الخبير السعودي محمد القبيبان عن توجه حركة أنصار الله إلى تدوير مدينة الحديدة كمنطقة اقتصادية، معبرا عن مخاوف بلاده من إمكانية حصول المنصفان بالحوثيين على دعم خارجي لتدوير المدينة. وتعد الحديدة من أهم المدن الساحلية الرئيسية على البحر الأحمر، وتتمتع بمزايا اقتصادية وجيوسياسية هامة. وظلت الحديدة خلال سنوات الحرب التي قادتها السعودية منذ العام 2015 أبرز ملفات المواجهة، حيث حاول التحالف السعودي الإماراتي إسقاطها عسكريا. وتأتي المخاوف السعودية من تدوير الحديدة ضمن مخططها لعزل الساحل اليمني، بحيث يظل بعيدا عن الخطط الدولية لإعادة رسم خارطة التجارة البحرية، والتي تحتل اليمن جزءا هاما عليها، وكانت سببا بتفجير الحرب. وتخشى السعودية والإمارات على حد سواء من أن يؤدي تدوير موانئ اليمن على البحر الأحمر والعربي وخليج عدن إلى ضرب موانئهما على ضفاف تلك الممرات الهامة، وهو ما دفعهما للسيطرة مبكرا على المدن الساحلية لليمن وإغراقها بالصراعات، في الوقت الذي تحاولان فيه إعادة رسم الخارطة بخطوط ملاحية أخرى كخط الهند. أشكركم على حسن متابعة الإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.